النهارده هو التين. التين دلوقتي في الموسم بتاعه، وبحب دايما اشتري التين يكون مستوي بس مش طري قوي. طري قوي ده يعني بيبقى معسل بزياده، ده بنعمله بقى مربى. التين لما يبقى مسكر مش بزياده، فيرم يعني ماسك نفسه كده، نقدر ندخله بوصفات كتير. في طبعا التين الاخضر، في التين الاسود، بتهيألي الاخضر بيبقى اقل حلاوه. النهارده هنستخدم التين في كذا وصفه. اول وصفه هنطلعها من الفرن، بس مش هنعملها اول وصفه، هي وصفه كيكه التين الشهيه. تعالوا نطلعها. كيكه بسيطه جدا جدا جدا، شكلها راستيك كده، يعني تحسوها بالمخابز، عارفين اللي هي الفرنسيه اللي فيها بيبقى البيستريز، كرواسون، الحاجات البسيطه. ولو تشوفوا وصفتها وسهولتها، يعني هنحطها قدامنا كده دلوقتي ونبتدي بالسلطه، وهنعمل وصفتها على طول بعد دي. سهوله مش عاديه. خليها قدامنا كده، شكلها يجنن. ممكن نخبزها زي ما انتم شايفين، انا خبزها هنا بطريقه برضه تقليديه بالطاسه الحديد الزهر، اللي دايما بقول لكم قد ايه حديد الزهر من الحاجات اللي استخداماتها متنوعه في المطبخ، من البوتاجاز نقدر على طول مثلا لو بنعمل ستيك او حاجه نسحبها كده على طول وعلى الفرن، اللي ما فيش فيها اي قطع من البلاستيك او الخشب الى اخره. طيب تعالوا نبتدي بالسلطه. النهارده هنعمل سلطه التين. يعني ايه سلطه التين؟ يعني بندخل زي ما بدخلوا ساعات المانجا، بدخلوا الاناناس بالسلطات، التفاح، هندخل النهارده التين ونوزن النكهات. هناخد التين وعايزين نعمل الدريسنج. التين مسكر، عايزين نعمل الدريسنج حلو وفيه مزازه. الدريسنج الحلو اللي فيه مزازه عندنا النهارده هو ده بلزميك، خل البلزميك اللي انا دايما بحكي لكم عنه، اللي هو من اشهر انواع الخل في المطبخ الايطالي، اللي هو بيبقى شكله نفس اللون بس بصوا قوامه سائل، خل العنب الايطالي، خل البلزميك. هنخلي خل البلزميك كده ازاي؟ ده اسمه بالوصفات الاجنبيه بلزميك ريدكشن. ريدكشن لما ريديوس يعني نقلل، لما نحط حاجه على النار وتقعد تتبخر وتتقل بسبب السكريات اللي فيها. هنعمل الريدكشن ده مش للسلطه، هنعمله ونحطه في علبه ويفضل عندنا، لانه اصلا لما يتباع بالسوبر ماركت البلزميك ريدكشن بيكون غالي. خليني بس اوضح انه الحلقه دي للناس اللي ليها مزاج بالمكونات والوصفات، ومش عايزه الوصفه تبقى خطواتها كتيره والنكهات المتعارف عليها، نكهات جديده خطوات بسيطه بس بيطلع طبق متوازن وجديد. هنحط حله على النار وهنحط فيها خل البلزميك اللي طبعا هو من العنب، والعنب فيه نسبه سكر، بس محتاجين نعلي نسبه السكر فيها. ممكن نستخدم يا اما العسل يا اما السكر الابيض او البني او حتى الميبل سيرب اللي بنحطه على البانكيك. انا افضل نعمل خلطه من العسل، لانه الخل البلزميك مزز جدا، فعايزين نوازن المزازه. وممكن نستخدم شويه سكر، او ممكن ده او ده لوحده. فهناخد هنا شويه سكر، نحط معلقه ونص، هندوبهم وهنحطهم بالاول على النار يغلوا غلوه، يعني اول ما نحطه على النار يوصل لدرجه الغليان، بعدين هنوطيه خالص. يعني انا سبته تقريبا على نار واطيه جدا لمده 45 دقيقه. هنعرف ازاي؟ بنعرف لما ناخد المعلقه كده ونحطه والسائل يغطي ظهر المعلقه. السائل لما نحطه، تعالوا نجرب هنا، هنحط المعلقه هنا، السائل ما بيغطيش ظهر المعلقه، يا دوبك يعني كثافته، شايفين ده؟ نعرف ان هو طبعا وخلال الغليان هتلاقوه بيتقل شويه شويه، بس نوصله للمرحله دي. هنحتاج نحط معاها نوع من الجبنه. انا النهارده حبيت احط نوع من الجبنه الايطالي برضو، مع انه الدريسنج اللي احنا عاملينه دريسنج ايطالي. ثانيه امسح بس الدريسنج ده، دريسنج ايطالي. هنستخدم جبنه دي شبه الجبنه البافالو موتزاريلا. بافالو يعني اللي هو اللبن الجاموسي، معموله اللبن الجاموسي اللي دسم وغني جدا، تطلع جبنه غنيه. دي بوراتا، نفس الجبنه البافالو موتزاريلا بس من جوه كريمي اكتر. هنستخدم البوراتا، هنستخدم التين، هنضيف قرمشه من المكسرات، هنضيف عين الجمل بليق جدا مع التين، عندنا خل البلزميك، عندي هنا جرجير وريحان، وعندي هنا بعض البراعم بس الاساس الجرجير والريحان.
ناخد طبق حلو عشان نركب السلطة. طبعا ده مش هنستخدمه، ده هياخد وقت على النار. هنبتدي كده، تعالوا الأول نقطع التين. أوكي، ناخد التين، هوريكم تقطيعها حلوة ولذيذة للتين بحبها. بصوا هنعمل ايه، هناخد التين كده نقطعه كروس من فوق، وبعدين نمسك كده بصوابعنا ونضغط على التين. بصوا شكله عامل ازاي، باينه معانا زي الورده. فهنحط التين كده زي شكل الورده، اهو تاني. ممكن نقطعه نصاص عادي جدا، وممكن نشكل بين ده وده. بصوا اهو، وممكن الباقي نقطعه كده انصاص او حتى ارباع. ناخد، شايفين بقول لكم يبقى فيرم شويه عشان لما نقطعه يبقى متماسك. طيب هنوزع التين، خلوا شويه تين نحط الورقيات الاول، الجرجير، لانه في دايما بنقول انه الجرجير من الورقيات اللي فيها شاربنس، بيبري، يعني نكهته ممكن تبقى فيها نكهه حاده شويه زي الخردل. هنوزع الاول الجرجير شويه، استنوا نحط دول هنا، نركبها بشكل حلو مع بعض. نوزع شويه جرجير، ناخد تاني. في كنت انا حابه الاقي النهارده البيبي روكتس، الجرجير الصغير بيبقى شكله احلى، مع انه احنا بنعمل طبق كده لذيذ. هناخد دلوقتي الجبنه البوراتا ونفتحها بايدينا كده بالنص، شايفين من جوه كريميه ازاي زي القشطه اهي. نوزع التين، خلينا نعمل كمان واحده على شكل ورده. طبعا ده جنبه عيش برضو الكونتري لوف او عيش الحله اللي خبزناه مع بعض قبل كده بالحله، اللي كان سهل جدا، هيطلع رائع. نوزع التين اهو. دلوقتي ممكن ناخد شويه عين الجمل، كسرهم بايدينا كده. الطبق فيه فاكهه، فيه مكسرات، فيه بروتين من الالبان، فيه ورقيات، يعني طبق متوازن النكهات وشكله حلو وطعمه حلو. وطبعا لا يخلو الموضوع ابدا من زيت الزيتون، ده شيء اساسي. غلي، تعالوا معايا على الحله، غلي البلزمك. هنروح نوطي النار خالص، يعني على اقل حاجه. طيب دلوقتي هحط زيت زيتون الاول، هنرش رشة ملح لأنه جبنة البوراتا مش من الجبن المملحة كتير، أفضل أني أحط ملح بحري يبقى فليكس كده شرايح لو متوفر. ودلوقتي هناخد إيه؟ هناخد البلزاميك ريدكشن اللي عملناه ونوزعه على الطبق. هو ده المزازة، مفيش هنا أي مزازة، التين مسكر ومحتاجين نديها مزازة. وممكن دايما نخلي الدريسنج على جنب. خلوني اخد شوية من السبراوتس البراعم ونحطها كده. على الوش. وترارارا، هنضف بس كده طرف الطبق ونبقى عملنا طبق. هو لوحة فنية، طعمه حلو، فوائده كتيرة، لانه قلنا فيه الفاكهه والالياف والمكسرات وزيت الزيتون وكل الحاجات المفيده. وطبعا في الصيف مفيش احلى من السلطات. هنحط